هي الغدة الدرقية موجودة في مقدمة الرقبة، ده مكانها اللي ربنا خلقها فيه، حوالي 5 سنتي، موجودة فصين وفي برضو نسيج غدة بينهم يربط هذان الفصان. وظيفتها انها بتطلع هرمون الغدة الدرقية في صورة نشيطة. الهرمون ده مهم لخلايا الجسم كلها زي ما اكون، بس بنسبة بسيطة جدا. اذا زاد نشاط الغدة دي الشخص بيشكي باعراض زيادة نشاط الغدة، اذا قل افراز هذا الهرمون الشخص بيشكي باعراض نقص هرمون الغدة الدرقية. الغدة الدرقية يجب وضعها في الاعتبار، لكن مش شائعة الحدوث كثيرا، لكن الطبيب حاططها في الاعتبار. طب ليه الناس بتديها كل الحجم ده او الاهمية دي؟ يخاف لا يكون، لكن لما الدكتور يبقى عنده شك في الغدة بيعمل لها التحليل، لكن ما هياش منتشرة زي أمراض أخرى، لكن يعني معدل حدوث أمراض الغدة مش بكثرة مثلا أمراض تانية زي الضغط زي السكر زي، بس يجب وضعها في الاعتبار. ليه دايما السيدات أو الستات هم الأكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية ومشاكل الغدة الدرقية؟ والكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا، هو يعني إصابة السيدات أو الرجال النسبة هتبقى مش هتختلف كثيرا، لكن ممكن الغدة بتأثر على موضوع الدورة الشهرية أو غيره أو كده، فبتلفت نظر السيدة، عشان كده يعني مش هتفرق بين ده او ده، لكن تلفت نظرها لو كان الغدة متغيرة شوية، نشيطة كسلانة في صورة تكرار الدورة، او انها بتبقى كتيرة شوية او كده. يعني اصل دي من الحاجات الشائعة جدا ان احنا نسمعها عن الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ليها علاقة اكبر بكتير بالسيدات، يعني دايما نسمع المعلومة دي واحنا مش عارفين يعني مدى صحتها. لا، هي عشان لها ارتباط بحاجة تانية، ظاهرة متكررة عند السيدة، فممكن تلاحظها، او لما يبقى عندها احد هذه الظواهر في تغييرات في الدورة فبتلفت نظرها لتحلل الغدة الدرقية. وبعدين الغدة درجات، يعني ممكن تبقى داخلة على كسل لكن لسه ما بقتش كسلانة، يعني تؤدي وظيفتها، بس الهرمون اللي فوق منها بيبقى زيادة شوية. يعني مثلا مدير المكان بيزعق شوية في الموظف، فالموظف شد حيله شوية لكن استطاع ان هو يقوم بوظيفته، بيأدي دوره، لكن بيأدي دوره على قده كده، على استرس ان المدير طلب منه ان هو يشد حيله شويه، لكن احنا عايزين الامور تبقى كلها كويسه من غير ما يطلب منه ان هو يؤدي، يعني انه يشد حيله شويه. طيب، انا يمكن قلت في المقدمه اننا كناس عاديه بنسمع كتير قوي عن الغده الدرقيه، ومتهيألي ده راجع لانه الغده الدرقيه ليها دور كبير ومؤثر في كل اجهزه الجسم. تمام، ده حقيقي ولا لا؟ صح، تمام. يعني كل دورها خلية بقى من خلايا الجسم عشان تعمل وظيفتها محتاجة النسبة من هرمون الغدة الدرقية، بس محتاجة نسبة قليلة جدا. فاكر من خلايا الجهاز العصبي محتاجة الغدة الدرقية، خلايا العضلات محتاجة الغدة الدرقية، جميع خلايا الجسم محتاجة هرمون الغدة الدرقية، لكن بصورة بسيطة للغاية. زي ما نقول أنا بحط حبة ملح صغيرة على الأكل، لكن ضروري منها عشان طعم الأكل. فتؤدي وظيفتها الخلايا عموما في وجود هرمون الغدة، غيابه يؤدي إلى أعراض خلل الغدة الدرقية. وبرضو المرض درجات، يعني ده درجته غير ده غير ده غير ده، ده يتعوض ببرشامة، ده ياخد برشامتين، ده ياخد ثلاثة، كل واحد حسب درجة أو شدة المشكلة، حسب التعب بتاعه وحسب وزنه كمان وكده. نقطة بس مهمة، إن الناس كلها أما تحب تبقى عايزة تخس أو إن أنا تخين، فيقول الغدة، طب ما هو ما أنا باكل كتير، يعني طب إيه ذنب الغدة يا عيني، يعني ما أنا باكل كتير، طب أنا يعني أنا تخين ألا أروح أحلل الغدة، لا أنا باكل كتير الغدة هتطلع كويسة. يعني بس الحقيقة يا دكتور إن هي فعلا مرتبطة بقصة الدايت ومرتبطة بقصة إنقاص الوزن، لأنه دايما دكاترة الدايت أو التغذية يقولوا للشخص أول ما يروح له روح حلل الغدة وهو لسه عايز يبدأ دايت، روح حلل الغدة. بس أحيانا كمان في ناس مظلومة في القصة دي، بمعنى إنه كتير ممكن تكون ما بتاكلش خالص او اكلها قليل جدا، ولكن بتتخن من الهواء زي ما بيقول، حركتها قليله. انا عندي هرمون لكن ما اكلتش، ولكن معقوله ما لهاش علاقه بالغده؟ ليها علاقه بالغده، لكن مش كل التخين
يعني في الوضع ان نسبه السمنه زادت اليومين دول اروح اتهم الغده. لا مش كل واحد حضرتك بتقصد ان التهمه من من ممكن ما نرميهاش على الغده اول ما انا ايوه كده ايوه هو ده تعبير احسن تعبير قلتيه سعادتك مش كل واحد تخين يبقى غده يعني وهروح احلل والاقيها كويس خلاص كده بقى ارتاح يبقى المشكله بعيده عن الغده الدرقيه ايوه لكن مش كل واحد تخين يروح يحلل ممكن بعض الناس التخينه ممكن يبقى عندها الغده كسلانه ممكن طب الغده كسلانه انا جبت منين وزني ده زاد منين عندي الهرمون طب ما انا اكلت كتير انا عندي الهرمون يؤهلني ان انا اتخن طيب انا اكلت كتير فوزني زاد انا عايزه اقف عند الحته دي شويه لانها دي الشغل الشاغل لناس كتير قوي انا وزني زايد بسبب اضطراب الغده الدرقيه ناس كتير قوي بترمي التهمه دي على الغده الدرقيه وحياتك بتقول النهارده كلام يمكن نكون بنسمعه لاول مره هو لا هي الغده ممكن تتدخل ولكن مش بالصوره اللي انتم متخيلينها تمام انا دلوقتي باخد علاج للغده والغده تحليلها مظبوط وانا تخين طب ما الغده خلاص اتظبطت طيب بس في حاجه هما بقى هنا بيقولوا ايه اصل الغده مش شغاله كويس فبالتالي حرقي ضعيف جدا فحتى لو كلت كميات قليله من الاكل انا ما بحرقش كويس لا يعني ما بتحركش كويس ما بتحركش يعني مشكله عندي برضه برضه ما اتحركتش طيب هو انا يعني هجيب منين انا ما اتحركتش طيب ممكن اكون ما اتحركتش لاني غدتي كسلانه نوعا ما مش مساعداني على النشاط والحركه عايزين نبدا نتكلم يا دكتور عن مشاكل الغده الدرقيه وانا قلت يمكن في مقدمه الحلقه ان المشاكل كتير يعني في فرط نشاط الغده الدرقيه في خمول الغده الدرقيه في اكياس ممكن تبقى موجوده في الغده الدرقيه في اورام ممكن تكون موجوده متهيألي ان كل مشكله هيبقى ليها اعراض منفصله عن المشكله عن الثانيه زي ما واحد عنده زياده في ضغط الدم واحد عنده زياده في السكر واحد عنده نقص في السكر التهابات الغده الدرقيه كمان دي مشكله من المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده طيب نبدا بايه يا دكتور الالتهابات لان هي متهيألي الشائعه اكتر هو التهابات برضو اقول ان مش كل اللي اجي ابلع ريقي او ابلع او احط ايدي كده دي توجعني يبقى انا عندي الغده برضو لانها وضع برضو واخد زياده عن الاسم انا ممكن يبقى زوري واجعني من جوه وعندي دور برد واحط ايدي كده وانا ببلع الاقي زوري يوجعني اقول لا دي الغده لا بالذات لو كنت انا شخصيه قلوقه اقول الغده طب اعمل تحليل الغده واعمل اشعه على الغده خلاص طلعوا حلوين اطمن انا بقى فهو مش كل برضو اللي منطقه الرقبه عنده وجعها يبقى غده هي الحقيقه حياتك ربطت القصه دي بالبرد ولكن البرد ده هو حاجه وقتيه يعني مش هقعد طول عمري صح عندي برد صح هي هيجيلي البرد ده اسبوع 10 ايام وهيروح لحاله صح ولكن لو الشخص طول الوقت حاسس بخنقه في المنطقه دي او حاسس ان هو في حاجه في زوره في المكان ده في حاجه في زوره من جوه من جوه بالظبط تطلع لبره